بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في موجز الأنباء المحلية، نقدمها إلى حضراتكم من قناة شمشات في العاصمة الأفغانية كابول ليوم الأربعاء 16 من شهر يوليو لعام 2014. أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات عن بدء عملية إعادة فرض الأصوات للجولة الثانية التي جرت في اليوم الرابع عشر من شهر يونيو الماضي بداية من يوم غد الخميس. وقد أكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة المستقلة للانتخابات السيد نور محمد نور خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بالعاصمة كابول على أن اللجنة المستقلة للانتخابات والجهات المعنية الأخرى وافقوا على انتقال صناديق الاقتراع من مراكز الأقاليم إلى المركز الرئيسي بالعاصمة كابول بداية من يوم غد الخميس، وذلك بدعم وتعاون لقوات الأيساف والقوات الأفغانية. وأكد نور على أن عملية إعادة فرض الأصوات سوف تبدأ بالتضامن مع انتقال صناديق الاقتراع من المراكز إلى العاصمة كابول بحضور المراقبين الدوليين والأفغان ومندوبي المرشحين بالجولة الثانية للانتخابات الرئاسية. وسوف تستغرق هذه العملية نحو 3 أسابيع، بحيث يتم إعادة فرض نحو أكثر من 1000 صندوق يوميا من قبل اللجان المختصة. تأتي هذه التصريحات في حين سبق وأن أكدت اللجنة المستقلة للانتخابات على أنهم سوف يقومون ببدء عملية إعادة فرض الأصوات خلال 24 ساعة بعد موافقة المرشحين بوساطة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، ولكن هذه العملية أجلت إلى يوم الخميس لأسباب غير معروفة. وأكدت اللجنة المستقلة للانتخابات على أن سبب تأجيل بدء عملية إعادة فرض الأصوات اتخاذ القرارات اللازمة من قبل اللجنة. خرج أعضاء المنظمات الاجتماعية والمدنية في مسيرة حاشدة صباح اليوم بالعاصمة كابول، وذلك اعتراضا على مصادقة قوانين حقوق أعضاء البرلمان من قبل مجلس النواب التي تتضمن منح أعضاء البرلمان ب 25% من رواتبهم وتخصيص الحراس وحملهم جوازات السفر السياسي بعد انتهاء وكالتهم بالبرلمان. وقد اجتمع المتظاهرون أمام مقر البرلمان طالبوا بإلغاء هذه القوانين فورا، وإلا فإنهم سوف يواصلون في مظاهرات بالعاصمة كابول والأقاليم الأخرى. وأكد المتظاهرون على أن أعضاء البرلمان تم انتخابهم بأصوات المواطنين وليس من حقهم الخيانة في حق الشعب. تأتي تصريحات المتظاهرين في حين سبق وأن رفض أعضاء مجلس الشورى هذه المسودة بأصوات أغلبية أعضاء المجلس، ولكن رئيس مجلس النواب عبد الرؤوف إبراهيمي أكد على أن هذه الأطروحة دونتها أعضاء مجلس الشورى وعرضوها على مجلس النواب. وأكد بعض النواب على أن هذه القوانين التي صادق عليها أعضاء المجلس بخلاف القوانين والدستور الأساسي، ومن الضروري إلغائها وعدم تأييدها من قبل الحكومة. وفي غضون ذلك خرجت المئات من المعاقين وسكان إقليم هرات غربي البلاد بمسيرة حاشدة ضد قرار مجلس النواب بمصادقة القوانين الخاصة بحقوق أعضاء البرلمان بعد انتهاء مدة وكالتهم بالبرلمان. وأدان المتظاهرون قرار مجلس النواب وصرحوا على أن أعضاء البرلمان لم تكن لهم أي نشاطات في مصلحة الشعب والبلاد خلال الأعوام الأخيرة غير أنهم يحاولون الحصول على مصالحهم. وصرح المتظاهرون على أن أسر الشهداء والمعاقين بأمس الحاجة إلى الدعم المادي وفي كافة المجالات، ولكن أعضاء البرلمان لم يعتنوا بأسرهم خلال توليهم المناصب. وطالب رئيس الجمهورية حامد كرزاي برفض هذه القوانين التي صادق عليها مجلس النواب. ومن الجدير بالذكر بأن مجلس النواب سبق وأن صادق قوانين حقوق لأعضاء البرلمان تتضمن على منحهم 25% من رواتبهم وجوازات السفر السياسي وتخصيص بعض الحراس بعد انتهاء وظائفهم كأعضاء البرلمان، ولكن مجلس الشورى رفض هذه المسودة، كما قام العشرات من المواطنين وأعضاء المنظمات الاجتماعية والمدنية بالمظاهرات وطالبوا برفض هذه القوانين لمخالفتها لنص القوانين والدستور الأساسي. ومن ناحية أخرى تم توزيع المساعدات الإنسانية على بعض الأسر الفقيرة من قبل حاكم الإقليم سيد فضل الله واحدي بدعم بعض المؤسسات الخيرية، وتشمل هذه المساعدات الإنسانية الدقيق والأرز وبعض المواد الغذائية الأخرى، وتم توزيعها على الأسر المحتاجة والفقيرة من سكان الإقليم. أعلنت السلطات الأمنية بإقليم كونر شرقي البلاد على أن القوات الباكستانية أطلقت أكثر من 60 صاروخا على 3 مديريات بالإقليم. وصرح مدير أمن الإقليم الجنرال عبد الحسيب سيد خير خلال تصريحاته على أن تلك الصواريخ التي أطلقتها القوات الباكستانية وقعت بمنطقة بيتي بمديرية مراورة، ومنطقة شلطان بمديرية شكل، ومنطقة خارة بمديرية دانجام، أدى إلى نزوح العشرات من أسرها إلى مناطق أخرى خوفا على أنفسهم من الهلاك. وصرح سكان المنطقة على أن الصواريخ الباكستانية ألحقت خسائر مادية وبشرية بسكان الإقليم، وطالب الحكومة والمجتمع الدولي بتوقف إطلاق الصواريخ الباكستانية على المناطق القبلية الأفغانية.
ومن الجدير بالذكر بأن الحكومة الأفغانية طالبت دولة باكستان بتوقف إطلاق الصواريخ على المناطق القبلية الأفغانية، بحيث تعهد الجانب الباكستاني بتوقفها، ولكن القوات الباكستانية ما زالت تواصل بإطلاق صواريخها على أفغانستان، ما ألحقت خسائر مادية وبشرية بسكان المناطق القبلية الأفغانية. أعلنت السلطات الأمنية بإقليم وردك شرقي البلاد عن استعدادهم الكامل لمكافحة العمليات الإرهابية المحتملة وقوعها من قبل المعارضين بالإقليم. وقد صرح مدير أمن الإقليم الجنرال أسد الله شيرزاد خلال تصريحاته في مراسم تخرج 300 شخص من رجال الشرطة من المركز التدريبي بالإقليم على أن عناصر الحركة والمعارضين الآخرين فقدوا قوتهم لمواجهة القوات الأفغانية وجها لوجه، غير أنهم يقومون بزرع الألغام والعبوات الناسفة على الطرقات، كما أنهم يقومون بشن الهجمات على معسكرات الشرطة والسلطات الأمنية. وقد تم القضاء على معظم مراكزهم بالإقليم التي كانت توجه منها عناصر الحركة التهديدات الأمنية على السلطات الأمنية وعامة المواطنين. وقد أكد المتخرجون من رجال الشرطة على أنهم سوف يبذلون جهودهم من أجل استقرار الأمن وعملية السلام والدفاع عن حقوق المواطنين خلال وظائفهم اليومية. تم توزيع المساعدات الإنسانية على نحو 500 أسرة من سكان العاصمة كابول وبعض الأقاليم المجاورة بدعم من مركز تعليمين أفغان ترك صباح اليوم بالعاصمة كابول. وقد أكد المسؤولون بالمنظمة على أن هذه المساعدات الإنسانية تم توزيعها على الأسر المحتاجة بمناسبة شهر رمضان المبارك مثل الأعوام الماضية. وأكدوا على أنهم سوف يقومون باستمرار هذه المساعدات الإنسانية وتوزيعها على نحو 2500 أسرة أخرى بمختلف الأقاليم الأفغانية خلال الأيام المقبلة. ومن جهته رحب المواطنون على هذه المساعدات الإنسانية التي تم توزيعها عليهم من قبل المنظمة التعليمية أفغان ترك، وطالبوا التجار ورجال الأعمال الآخرين بتوزيع المساعدات المماثلة على الأسر الفقيرة والمحتاجة خلال شهر رمضان المبارك. شكرا لحسن المتابعة، كل عام وأنتم بخير، وإلى اللقاء.